السلام عليكم. اليوم عندنا اكزامبل جديد خاص بالتايم ريسبونسز. نباع هنا هذا قدامنا الاكزامبل. يقول a feedback system employing output rate damping shown in figure هالقد. هذا الفيجر قبالك موجود. اي يريد ال K1 وال K2 زين. قيم هذه هنا نشوف هاي K1 وهاي قيمة ال K2 هنا اللي موجودة. اللي تخلينا خلنا نقرأ أحسن. So that a closed loop system زين resemble a second order system with damping ratio 0.5. damping ratio يعني معناها شنو؟ قيمة الزيتا 0.5 and the frequency of damped oscillation 9.5 rad per second. هاي شنو هاي؟ باوع frequency of damped يعني الأوميجا دي. الأوميجا دي هسه نجي نحكي القانون مالتها 9.5 rad per second. B يريد ال percentage overshoot زين و C يريد settling time. خوش بس ايش وقت؟ for 2% tolerance. هسه خلينا نجي وحده وحده. اول شيء هسه هذا تباوع لهنا، باوع لهنا هذا. هذا الفي هذا البلوك دايجرام اللي عندي. اجي احله، شلون اجي احله؟ هذا البلوك، هذا البلوك اللي قبالي ويا هذا شنو؟ فيدباك. زين؟ يعني هذا المقدار على 1 على 1 زائد هذا في هذا. والدور بعدين من ألقى هذني الفيدباك سوى أضرب هذا في هذا أخذن سوى وهذا يونيتي فيدباك ويا من ويا الكلي اللي صار عندي هم أخذه. ش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي هذا، هذا المقدار C of S على R of S ال K1 على S سكوير زائدا واحد زائدا K2 مضروب كله في S زائدا ال K1. أوكي هذا شنو هذا الساعة عندي؟ هذا عندي هنا البلوك دايجرام حليته. بعدين أجي شنو؟ عندي الأوميجا دي 9.5. هذا المقدار اللي يبالي شي كافئ باولي يكافئ لي الـ C of S على الـ R of S يساوي لي أوميجا N سكوير على S سكوير زائدا زيتا أومي 2 زيتا أوميجا N في S زائدا شنو؟ زائد الـ K1. اوكي زائد ال K1 اللي هي اوميجا ان سكوير. تمام لو مو تمام؟ تمام. الاوميجا دي هاي اللي منطيني اياها شو تساوي لي؟ الاوميجا دي تساوي لي اوميجا ان تحت الجذر 1 ناقص زيتا سكوير. صح؟ زين انا هسه خل اباوع الاوميجا ان شو تساوي لي؟ هاي سا اوميجا ان سكوير تساوي لي K1. اذا اجزر الطرفين ايش راح يصير عندي؟ راح يصير اوميجا ان شو تساوي لي؟ أوميجا N سكوير تساوي لي K1. أجذر الطرفين الأوميجا N راح تساوي لي الجذر مالت من؟ مال K1. صح؟ زين أجي هسا أخذ هاي جذر K1 باوع ليها أعوضها وين؟ أعوضها بمكان الأوميجا N هنا. إيش راح يصير عندي؟ راح يصير الأوميجا D يساوي لي جذر K1 مضروب في جذر 1 ناقص زيتا سكوير. يعني معناها الجذر مال الـ K1 يساوي لي الأوميجا دي تقسيم شنو؟ تقسيم تحت الجذر 1 ناقص زيتا سكوير. صح؟ خوش ايش راح يساوي؟ الأوميجا دي ايش قد القيمة مالتها؟ قايل لي اياها هاي وياها اللي هي شنو هي؟ 9.5 تحت الجذر 1 ناقص زيتا سكوير اللي هي 0.5 سكوير. تمام لو مو تمام؟ تمام. فإذا الجذر مال الـ K1 شو راح يساوي لي؟ خلينا نجيب الحاسب ونشوف النتيجة مالته. باعوا لي هنا. عندي بالبسط 9.5 تقسيم تحت الجذر 1 ناقصا 0.5 سكوير. شو يساوي لي؟ هذا المقدار. هذا المقدار اللي عندي باعوا لي هنا اللي هو 10.96 10 0.969. أنا عندي هذا تحت الجذر أربع الطرفين حتى يصير عندي الـ K1 شي يساوي لي؟ باول أربع هذا تربيع الأنسر شو راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي 120.33 120.33 خل أقول 120.33
بوينت 3 خل اقول 4 شنو هنا أنا؟ هذا المقدار مالت من مقدار مال الكي 1 زين خلصت من عنده اجي الدور شنو اللي عندي اقارن هذا المقدار اللي عندي 1 زائد كي 2 ب 2 زيتا اوميجا ان 2 زيتا اوميجا ان هسه الاوميجا ان صارت عندي واضحه لو لا صارت عندي واضحه ايش قد قيمتها اوميجا ان تساوي لي تحت الجذر هذا ال 120 يعني هسه انا اجذر ال 120 تحت الجذر للانسر يطلع لي هذا المقدار اللي هو 10.9 اوكي اوميجا ان 10.9 خل اقول راد بير سكند من اجي هسه اخذ هذا المقدار اللي هو 1 زائد كي 2 هذا اللي عندي واساوي للمكافئ مالته 2 زيتا اوميجا ان ايش راح يساوي لي الاوميجا ان باو علي هنا اوميجا ان تساوي 1 زائد كي 2 سان علي من اريد كي 2 خل اقول 1 زائد كي 2 على 2 زيتا تمام لو مو تمام انا اريد الاوميجا ان اوميجا ان عندي موجود العفو 10.97 يساوي لي 1 زائد كي 2 على 2 زيتا مطنيها بالسؤال 0.5 هاي النص في 2 في 0.5 فيؤدي الى انه الكي 2 ايش قد قيمتها خل ارجع واشوفها من جديد هذا عندي قيمه الاوميجا ان باو عليها هاي اضربها في 2 اضربها في 2 اضربها الدور في 0.5 ضربتها في 0.5 الدور اطلع الناتج اطرحه من اطرحه من واحد زين اطرحه من واحد طلع عندي هذا المقدار اللي هو شو باع 9.9 اوكي 9.95 اللي هو شنو قيمه من هذا قيمه الكي 2 9.96 خل اقول 7 اوكي هذا شنو قيمته هذا الكي كي 2 اذا الساعه طلعت قيمه الكي 2 وطلعت قيمه الكي 1 شنو اللي اريده بعد هذا المطلب الاول هذا الانسر اللي عندي الاول وهذا هم انسر قيمه الكي 1 اريد الدور شغلتين اريد رقم واحد بي الاولى اللي هي شنو هي فايند بيرسنتج اوفر شوت الماكسيمم اوفر شوت الماكسيمم اوفر شوت الام بي ايش قد القيمه مالتها قانونها هذا يا عندي موجود اخذناه هنا بهذا المخطط اذا تذكروا هذا يا هذا القانون مالته اكسبوننشال ناقص باي زيتا على تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير اوكي فش اقول اقول يساوي اكسبوننشال ناقص باي زيتا على تحت الجذر واحد ناقص زيتا سكوير ويساوي اكسبوننشال ناقص باي في 0.5 تقسيم شنو تقسيم واحد ناقص 0.5 سكوير تحت الجذر ويساوي خل اشوفه هسه همين اطبقه بالحاسبه واشوفه هذا يعني عندي ناقص خل اقول قبل اكسبوننشال هذا شفت اكسبوننشال اكسبوننشال شنو ناقص 3.14 مضروب في يا مقدار 0.5 اقسمه على افتح قوس اجذر 1 ناقص 0.5 سكوير تمام لو مو تمام هذا كانما هسه انا سديت القوس اقول لا يساوي او العفو خل اعيده 3.14 في ناقص 0.5 تقسيم خلي يساوي تقسيم تحت الجذر واحد ناقص 0.5 سكوير يساوي هالمقدار اكسبوننشال هذا شفت اكسبوننشال المن للانسر راح يطلع عندي 0.015 هذا ينضرب بمن ينضرب في 100% زين في 100% خل اتاكد منه بس لحظه
عندي 3 و14 ناقص 3 و14 في 0.5 هذا يساوي تقسيم تحت الجذر 1 ناقصا 0.5 سكوير يساوي هذا المقدار. شفت اكسبوننشال لهذا الانسر. او لا انا رحت غلط دقيقة. هذا الانسر شفت هذا الاكسبوننشال مو ذاك الدسته. المن للانسر يطلع لي هذا المقدار اضربه في 100% يطلع لي 16.31%. هاي خلصت من الانسر الاول. اجي الدور المن للشغله الثانيه يريد السي سيتلينج تايم. بس شنو اذا عندي 2% توليرانس هذا السي القانون مالته. هذا هسه خل ارجع للمخطط. هذا يا السيتلينج تايم تي اس يساوي لي 4 على زيتا اوميجا ان اذا 2% السيتلينج مالته. ايش راح يساوي لي 4 على 0.5 في قيمه الاوميجا ان اللي هي ايش قد 10.97 ويساوي خل اشوف 4 تقسيم افتح قوس 0.5 في 10.97 سد القوس يساوي هذا المقدار اللي هو 0.729. شنو وحداته؟ وحداته سكند. اوكي خل اجي هسه اسوي مراجعه سريعه لهذا الاكزامبل اللي عندي. باو علي هنا هذا الاكزامبل موجود قدامي منطيني بلوك دايجرام يريد قيمه الكي 1 هاي وقيمه الكي 2 هنا. اول شغله اسويها اجي احلل البلوك دايجرام راح تطلع عندي هاي الترانسفير فانكشن قبالي. اوميجا دي مطيني اياها بالسؤال. اجيت الاوميجا دي خذتها ناظرت هذا المقدار ويا هذا المقدار ومن خلال هذه المقارنه طلعت قيمه الكي 1 هاي طلعت عندي هنا. اوكي وطلعت قيمه الكي 2 اللي هو الانسر الثاني اللي طالبه من المقارنه. وبعدين طبقت القوانين مع الماكسيمم اوفر شوت هذا القانون طلعت قيمه الماكسيمم اوفر شوت بيرسنتج وقيمه السيتلينج تايم ايضا طلعت هذا ويا هنا المقدار مالته بالسكند. وان شاء الله يكون واضح. شكرا جزيلا.